هنعمل ايه دلوقتي مع بعض؟ هنعمل ميلك شيك القهوه منتهى البساطه، ثلاث مكونات، عندي ايس كريم فانيليا، عندي شويه من اللبن، شويه من القهوه المذابه، واللي ممكن يبقى احسن كمان شوت او اتنين من الاسبريسو التقيل، هيعمل نفس التاثير وبالعكس طعمه ممكن يبقى اظرف كمان. على طول هنزل بالايس كريم، هنزل عليه شوية صغيرة من اللبن، هنزل بالقهوة، هنضرب الكلام ده مع بعض. عظيم جدا، كاسات تقديم